جائزة نوبل للآداب هذه السنة منحت لرواية كوريا جنوبية أو من كوريا الجنوبية هان كانغ. هان كانغ فازت بجائزة نوبل للآداب. موضوع الرواية رهانات الرواية والعمق دي الرواية يستحق أن نفتح فيه نقاش، خصوصا موضوع العنف، لأنه قرأت الرواية صراحة رواية بقدر ما هي معقدة بقدر ما ينتابك الكثير من الضغط النفسي وأنت تقرأ الرواية. حاولت أن أربطها بموضوع العنف ضد المرأة، موضوع العنف ضد المرأة، لأنه الرواية عنيفة أو فيها مسارات العنف المتعدد على امرأة زوجة كانت تعيش بشكل عادي، قررت أن تغير نمط حياتها إلى امرأة نباتية، وسنرى حجم التحول وحجم العذاب وحجم المعاناة. يمكن أن نتحدث عن هشاشة وجود امرأة. المرأة كائن هش. هذه الهشاشة من أين تنبع؟ كيف تعاملت بطلة هذه الرواية، يعني يونغ هي البطلة، كيف تعاملت مع هشاشتها؟ وأنا أستحضر هذا العنف، أستحضر كيف تقوم الحركات النسائية والحركات الداعمة للمرأة، يعني خصوصا الحركات النسائية التي تكون بعض الشيء متطرفة في مطالبها. توقفت عند حركة نسائية عرفها المغرب تحمل اسم مساكتاش. مساكتاش هو تنظيم أو جمعية أو تجمع نسائي يحاول أن ينتصر أو أن يواجه المجتمع الذكوري، أو أن ينتصر للمرأة الأنثى أو المرأة الجسد في مواجهة التحرش بالفضاءات العامة. ودعت هذه الحركة إلى توفير صفارة لكل امرأة، يعني كل بنت أو كل امرأة عليها أن تحمل صفارة في حقيبتها اليدوية، وأن تقوم بالصفير كلما وقعت تحت ضغط أو تحت فعل تحرش. وأنا أقرأ هذه الحركة وأقرأ أحاول أن أفهم تدا أبعاد هذه الحركة ديال المساكتاش والصفارة. الصفارة معناه الفضيحة، معناه إثارة الانتباه أن هناك تحرش، وبالتالي حاولت أن أستوعب مضمون هذه الحركة، فقلت ربما هي نوع من التسرع أو نوع من صناعة البوز. هاد النساء ربما ما فاهمينش نوع وطبيعة العلاقة المعقدة داخل المجتمع المغربي وفي الشوارع العامة والفضاءات العامة. لا أحد يريد الفضيحة، وبالتالي وحدة كتصفر على واحد معناه واش غادي يهرب، سيقاوم، معناه سنحول فضاءاتنا العامة إلى فضاءات للعراك، إلى فضاءات للتشابك بالأيدي. الصفارة ليست صفارة تحكيم أو صفارة حكم، وإنما هي صفارة للفضيحة. قلت وأنا أقرأ الرواية، قلت هذه الحركات النسائية عليهن أن يقرأن هذا العمل، لأنه حينما تقرأ النباتية لهان كانغ ستكتشف كيف أن الحركات النسائية بالمغرب
تمارسن الدفاع بجهل وبدون علم وبدون إحاطة وبدون إدراك وبدون استيعاب وبالكثير من الاختزال وبالكثير من السذاجة وبالكثير من التهور وبالتالي الكثير من الأخطاء. أنا كنقرأ الرواية فصدمت حقيقة، صدمت لعمق الرواية ولحجم العنف الذي يمارس داخل مجتمعات حداثية. لا يمكن أن ننكر المستوى التطور التقني ومستوى الوعي ومستوى الحداثة كمنظومة قيم داخل المجتمع الكوري. أتحدث عن كوريا الجنوبية التي تنتمي إليها الفائزة بجائزة نوبل، جائزة نوبل هانغ كانغ للأداب، صاحبة رواية النباتية. حينما قرأت بدأت أقرأ، كنت قد قرأتها في 2016 ولكن ليس بهذا العمق، وأعدت قراءتها في هذين اليومين فأحسس بأن الحركات النسائية في المغرب علينا أن يتوقفنا لمدة وأن يحاولنا أن يفهمنا طبيعة العنف. العنف كفعل متشابك وكفعل معقد جدا. رجع لموضوع الرواية ومضمون الرواية، يتحدث عن امرأة عادية بسيطة ربت بيت هادئة لا تحب المشاكل. هكذا تنطلق الصفحات العشر الأولى أمام امرأة، الراوي اللي هو زوج لها يحكي كيف تعرف عليها، كيف كانت امرأة عادية لا تحب الإثارة، لا تحب الظهور، تستمتع بالاختفاء. ومضمون رواية امرأة عادية لكنها بمجرد سيقع تحول في حياتها بمجرد حلم يوقد في منتصف الليل. حلم أو ليس حلم، هو كابوس، كابوس مزعج. تتخيل نفسها الحلم كان كالتالي: في كوخ يحيط بها الدم من كل جانب حتى السقف يقطر منه الدم. فاستيقظت مرعوبة، مرعوبة في لحظة التغير الوجودي، أنها عليها أن تتطهر من الدم. فاعتبرت أنها كأنها مجرمة، أنها إما قاتلة أو مقتولة، أو أنها شاهدة على جريمة قتل. بمعنى الكابوس إحالة إلى جريمة قتل، الدماء تحيط بالمكان من كل الجهات. الانتقال من الدم من القتل إلى اللا قتل إلى السلام يحتاج إلى فعل تطهر، النكت دو كاتارسيس، فعل تطهري. فعل تطهري أو التطهر ليس فعلا بسيطا، ليس فعلا سهلا، ليس فعلا متاحا، لكنه فعل في غاية التعقيد وسيصبح فعل معاناة. وهنا غدنا نشوف المسارات الفصول ثلاثة، كيف أن هذه البطلة يونغ هي حينما قررت أن تتخلى عن كل اللحوم أو كل ما علاقة له بالدم وأن تتغذى بالنبات وأن تصبح شجرة، أن تتحول من امرأة إلى شجرة، شجرة تعيش بالقليل من بالماء والكثير من الضوء. استعادة رمزية الأرض نباتية، لا تأخذ وإنما تعطي. لكن الانتقال عبر فعل فاصل هو الكابوس المزعج لقي معارضة، وهنا بدأت محنة يونغ هي. يونغ هي بدأت تحس بحجم الضغوطات وتكتيف الضغوطات وحجم العذاب وحجم القسوة اللي تمارس عليها، سواء من طرف زوجها، من طرف زملاء زوجها في حفل العشاء، ثم من طرف والدها الذي صفعها على خدها
وقال أنت عار على العائلة، أنت عار على العائلة، حتى حينما أرغمها على أكل اللحم أنها قامت بإخراجه بسرعة رغم الصفعة القوية التي نزلت على خدها من طرف والدها، ومع ذلك لم تتنازل. هذه الهشاشة، هشاشة الوجود، المرأة ككائن هش في مواجهة صلابة مجتمع، أقول صلابة مجتمع، صلابة مجتمع أقول قسوة مجتمع، قسوة مجتمع لا يعترف للمرأة أن تمارس اختيارا خارج المنظومة الجمعية أو خارج السلطة الجمعية. هشاشة في مواجهة الصلابة، مرأة قررت أن تتحكم في ذاتها ولا تريد أن تتحكم في الآخرين، فكان فعل التطهر هو تحكم ذاتي. هذه المرأة التي قررت بفعل حلم أن تتحول من مرأة إلى نباتية، الانتقال إلى النباتية لم يكن هذا العبور الآمن، لأنها امرأة، فدخلت في مواجهة قاسية أدخلتها المصحة العقلية. سيعتبرونها حمقاء، وسينقلونها إلى مصحة عقلية، وسيتعاملون معها تعاملا باثولوجيا. لماذا الانتقال أو نقلها إلى المصحة؟ وهذا يذكرنا بما سبق أن قاله ميشيل فوكو حول مفهوم الحمق، لأن مفهوم الحمق ومفهوم الجنون هي مفاهيم مؤضلجة، مفاهيم تنتجها المؤسسات الحاكمة، السلطة الحاكمة، لكي تعاقب كل من لا يتناغم مع رؤيتها. لكل من يخالف التوجهات سيتم اعتباره أحمق ويتم عزله، فيصبح الحمق سلاح مواجهة ضد العقلاء، ضد الراشدين، ضد الذين لا يرفضون الخضوع ويعبرون عن شخصياتهم. فيصبح الجنون سلاح لمعاقبة كل من يرفض. ربما هناك تقاطع، لأنه سيتم أخذ هذه البطلة اللي هي يونغ هي إلى المصحة، وسيتم التعامل معها تعاملا باثولوجيا مرضيا، حتى الأطباء لا وجدوا صعوبة في التعامل معها لأنهم لم يتحاوروا، فكان غياب الحوار، وحينما يغيب الحوار تحضر الأدوية، فكان التعامل داخل المصحة نفسها التعامل عبر يعني روشيطات، يعني عبر وصفات طبية، خذي هذا الدواء هذا الدواء، فكان والدواء ليس حلا، الأدوية ليست دائما الحل، أحيانا الحل يكون في القدرة على الإنصات، القدرة على الانفتاح على الآخر، أن تترك الآخر يتكلم، أن تسمع لأنينه، لأوجاعه، لمحنته، لهشاشته، يحتاج إلى فعل إنصات أكثر ما يحتاج إلى فعل أدوية. إذا لاحظوا معي ما زلنا أمام فعل حصار، محاصرة كل من يخالف المنظومة الجمعية، من يخالف السلطة العامة، من يخالف المجتمع بكل تشكيلاته. امرأة قررت أن تغير نمط أكلها فقط، لم أرادت أن تعود لذاتها، لا تريد أن تتحكم في العالم، وأرادت فقط يونغ هي البطلة أن تتحكم في نفسها، أن تمارس سلطة على ذاتها وليس على الآخرين، فاعتبروها خطر على المجتمع أو على البنية، بدليل المسارات ديال التحول وبالتالي المسارات ديال المعاناة بدأت مع زوجها الذي كان راضيا وكان يعتبرها أنها عبء عليه، وفي الأخير ينتهي هذا المسلسل من التوتر لأنه لاحم وهي عاشب، وبالتالي لا يمكن أن يتعايش في بيت واحد
حيوان لاحم وحيوان عاشب. إن استعرت هذه العبارة لشيب هاور الذي يتحدث أن الإنسان تحول من كائن من حيوان لاحم إلى حيوان عاشب، يعني الألفة مع الآخر. إذن فربما فينتهي تنتهي العلاقة مع زوجها بالطلاق، ليبدأ مسلسل آخر من العنف. دائرة العنف ستكبر، كانت مع زوجها ثم ستتحول مع والدها ومع شقيقتها الصغرى والكبرى. فقد قررت أن تغير نمط الأكل ديالها، بدأت مسارات القسوة، فبدأت تحس بهشاشة وجودها كامرأة وضآلة وجودها، لدرجة أن بدأ زوجها لا أقول يستهزئ، وإنما قال لها ستختفين يوماً، لأنه حينما توقفت عن أكل اللحم في منظوره، بمعنى أنها بدأت تظهر هيكلها العظمي وبدأت تتضاءل، وأنها ستختفي. بما أنه إذا أردت أن تخرج عن النطاق العام أو عن السياق العام ستختفي، لا أحد يهتم بك. إذا أردت أن تعارض المجتمع أو أن تخرج عن سلطة المجتمع، بالتالي فهذا سيزعل وزنك، تخف، ستصبح بلا وزن، بلا قيمة، بلا حضور، بلا تأثير. إنها سلطة المجتمع، سلطة المجتمع، ليس مجتمعا ذكوريا أو غير ذكوري. حتى الشقيقة ديال شقيقة يونغ هي فهي مارست عنفا على شقيقتها، وبالتالي فالمسألة لا ينبغي أن نربط العنف بأنه صراع بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى. لا يمكن، لا يمكن. حتى أغسطا كريستي قالت الحمد لله أنها فرحة لأنها ولدت امرأة، حتى لا تتعايش مع تتزوج بامرأة أخرى، يعني أنه تعتبر بأن وجودها مع امرأة في غرفة واحدة هو نوع من العقوبة. فبالتالي ما بقاش نحصروا الصراع حركة ما سكتش بأنه صراع جندرز، رجل مع امرأة أو ذكر مع أنثى. أعتقد أن الأمر معقد جدا، وقراءة الرواية يتيح لنا مسارات كثيرة لقراءة هذا العنف المتعدد والمركب والمتعدد الأبعاد. طيب، يونغ هي دفاعا عن قرارها، رغم أنها لا تريد أن تمارس سلطة على الآخرين، وإنما أن تمارس سلطة على ذاتها، سلطة على ذاتها، أن تتحكم في نظامها الغذائي وفي نمط وجودها، وأن تمتلك رؤية خاصة للوجود وللواقع. هذا أزعج المجتمع، أزعج المحيطين، فدخلنا في مرحلة العقاب، التأنيب، مرحلة الضغط، مرحلة توتير العلاقة مع يونغ هي، وبالتالي استمرار المواجهة. المواجهة ستنتهي دائما أن يونغ هي كانت تهرب، كانت تفر إلى ذاتها، لدرجة أنها قررت أن تستقيل من عالم الإنسان. حينما تمنت أن تصبح شجرة وداخل المصحة، حينما أصبحت تقف على يديها وكأن رأسها في التراب، تتخيل أنها شجرة بغصون وبأوراق وإلى آخره. وبالتالي أرادت الأوج للصراع هو أوج الانسحاب، أي أرادت أن تستقيل من عالم الإنسان، عالم الدم، عالم الاستهلاك، عالم القيم الأنانية والقيم الضاغطة والقيم التي لا تعترف بإنسانية الإنسان. جيد، إذن هنا فقررت أن تصبح شجرة. هنا في هذه اللحظة سيمارس عنف أشد من العنف الزوج وعنف الأب، وهو عنف زوج أختها الشقيقة الصغرى، وهو رسام، وكان دائما يحمل، كان دائما مفتتنا بجسدها، واستغل الفرصة، هوسها بالطبيعة، فأراد فاستغل هذه العلاقة وحاول وعمل على رسم الزهور والأشجار على جسدها. له أراد حول جسدها إلى حديقة بأشجار وورود،
وأثناء الرسم كان يستغلها جنسيا. هي كانت لا تهتم بالجسد، لأن هي كانت دائما تتماهى أو أنها وجدت ذاتها حينما ستصبح جزءا من الطبيعة. والخروج من عالم الإنسان في هذه اللحظة، هذه اللحظة شديدة القسوة، كيف لزوج أختها أن يقوم وهو فنان أن يعمل على استغلال جسدها وأن يرسم عليه الزهور والأشجار. وأثناء الرسم في استوديو خاص كان يستغلها جنسيا. عموما الرواية صحيح فيها الكثير من القسوة، وأقصى صورة هي هذا الاستغلال وهذا الاغتراب. اغترابها أنها لم تجد من ينصت إليها، لم تجد من يفهم لغتها، أنها لم يتسامح معها، فقط لأنها اختارت أن تكون نباتية، اختارت أن تحترم البيئة، اختارت أن لا تدمر البيئة، اختارت أن تقدم ولا تأخذ، اختارت أن تكون منسجمة مع الطبيعة لا مدمرة للطبيعة. ومع ذلك هناك نمط معولم، هناك نمط استهلاكي لا يسمح لك أن تكون خارج دائرة الاستهلاك. العولمة، الرواية هي صرخة في وجه، هي تكشف لنا مسارات العولمة، العولمة المفترسة. العولمة كائن لاحم يفترس يعيش على الدماء، طبعا في تصور مجازي. ويونغ هي كل القوى التي ترفض العولمة، أي أنها ترفض الاستهلاك. ولاحظتوا أن تقريبا في الجزء الأول، أعتقد في الصفحة من 10 ل 14، الصفحة 14، أنه بعد الحلم أنها غتمشي للثلاجة وستقوم برمي جميع اللحوم ومشتقات اللحوم والبيض في القمامة، ترفض وستصبح الثلاجة فارغة، ترفض الاستهلاك. ومن يرفض الاستهلاك فهو يسجل فعل مقاوم للعولمة. طبعا هل العولمة ترفض تقبل هذا الخيار؟ طبعا لا، إنه صراع بين من يستهلك وبين من يرفض الاستهلاك. البعد الزهدي في الحياة، البعد الزاهد في الحياة. طيب، إذن الرواية هي تحاول أن تكشف بنية المجتمع الكوري، طبيعة العلاقات، هشاشة العلاقات، نوع العلاقات، تراتبية السلطة، الروابط الاجتماعية، لكنه في مجتمع استهلاكي. المجتمع الاستهلاكي هو مجتمع مؤطر بقيم السوق، بقيم الاستهلاك. مهمتك أن تكون كائنا استهلاكيا، ان كونسوماتور. التوقف عن الاستهلاك أنت تهدد العولمة، أنت تهدد السوق، أنت تهدد الربح، فبالتالي أنت تشكل خطر، بالتالي يجب عقابك، يجب عزلك، ويجب اتهامك أنك كائن مجنون. رواية صحيح لن أجد، ما غاتش لن ليس يستحيل أن يعني نقوم بالتلخيص ديالها أو الإحاطة ديالها، لكن حاولت أن أفتح نقاش، لأنه حدث عالمي، لأنه ما يمكنش ما نفتحوش حدث عالمي، أريد أن أفتح. وأنا أكثر ما أدهشني وأرحني هو أنه أغلب بعض المتدخلين والمتدخلات يطالبون برابط الرواية، وهذا شيء جميل. استعادة القراءة، دعونا نرتقي بفعل القراءة. حينما نقرأ نرتقي، غد سنتفادى هذه الخصومات الصبيانية، وأنك حينما تعبر عن موقفك فأنت ضدي، لست ضدك ولست معك، أنا مع قناعاتي، وقناعاتي تتغير بشكل يومي. دعونا نتنفس أكسجين جديد أو هواء جديد ثقافيا. حينما سنكبر سنتسامى سنرتقي. إذن فهي دعوة، أرجو هي دعوة لقراءة هذا العمل المهم الجميل العميق
الدال متعدد الأبعاد، لأنه فعلا يناقش موضوع العنف ولكن في زمن العولمة أو في زمن الاستهلاك، ولكن من داخل بنية المجتمع المجتمع الكوري الجنوبي. طبعا هي فرصة جميلة جدا، حاولت قدر الإمكان، ما اسمحوا لي، ما غاش نقدر زعما أحيط ب ب ب ب أحيط ب بمضامين الرواية، لكن مسار اتخاذ القرار مسار موسوم أو متسم بالعذابات. يونغ هي حينما قررت الانتقال إلى النباتية لم يكن انتقالا آمنا، وإنما كشف حجم الصعوبات وحجم التعقيدات وحجم العنف الممارس عليها، لدرجة أنها تم اعتبارها حمقاء وتم إيداعها في عيادة. حتى الأطباء لن كانوا يتعاملون معها بوصفة أدوية ولا يهتمون بها. إنها المرأة حينما تقرر أن تعبر عن ذاتها، طبعا الجميع سيقف ضدها، وهذا هو هشاشة المرأة. صديقي الدكتور حسن المجاهد، وأتمنى أن يكون يسمعني، وهو أعرف أنه متابع جيد لصفحتي، هذا الدكتور أحييه من القلب، هو الذي أشرف على رسالتي لنيل الدكتوراه. كان يقول لي دائما، وحينما في كثير من النقاشات كان يقول لي دائما، أصعب شيء يعني أن تكون امرأة في المغرب، يعني المرأة في المغرب وجودها ليس فيه فقط الهشاشة، ولكن فيه نوع من الصعوبة، وضع معقد، نحتاج إلى قراءات لوضع المرأة داخل المغرب بعيدا عن منطق الحركات النسائية المتهافتة المتسرعة التي تحمل أحكاما جاهزة بدون فهم بدون تدقيق بدون تحليل، بناء على مقولات أقول فارغة أحيانا، وبدليل أنه كاين حركة اليوم كتسمى مساكتاش، تحمل صفارة ليس فقط لمعالجة المشكل ولكن لصنع المزيد أو لإنتاج المزيد من الفضائح. على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة، أستودعكم الله.